سيدي أستاذ دكتور بيرم كمال، أستاذ قسم التاريخ بجامعة المسيلة. مداخلة اليوم تكون في اليوم الدراسي حول موسى الأحمد النبويات، تتناول جانب من البيئة العلمية التي نشأ فيها الأحمد النبويات ومعاصريه وشيوخه. وفي هذه المداخلة حاولت أن أستعرض وأرصد بعض الشخصيات التي عاصرت الأحمدي، خاصة من منطقة ولاد عيون، والتي كلها تقريبا لها علاقة بمدينة المسيلة ومنطقة الحضنة ككل، لأن هذه الشخصيات ساهمت في حركة النهضة التي واكبتها الجزائر في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. ومن بين الشخصيات التي تعلم على يدها الأستاذ موسى الأحمد النبويات، واللي كان لها دور كبير في مدينة المسيلة ومنطقة الحضنة ككل، نشاهد الشيخ المسعود بن سالم. مسعود بن سالم هو أحد أساتذة البوس الأحمد النبويات، وهو من قرية ولاد عدي، وهو كذلك إمام ومعلم، انتقل كذلك إلى مدينة المسيلة، وكان هنا في خربة الليث في مسجد سيدي بو حمامة، كان يدرس وكان يلقي المواعظ، يلقي كذلك الدروس التعليمية، وكان من بين الدروس اللي كان يلقيها كذلك دروس في نادي الحضنة اللي كان تأسس في 1937 بمدينة المسيلة. هذا الشخصية هذه كانت شخصية يعني في الحقيقة بارزة، ويشهد لها كثير من سكان مدينة المسيلة بالدور والعلم اللي كان قدمه مسعود بن سالم إلى مدينة المسيلة. هذا أستاذ من أساتذة الشيخ موسى الأحمدي نيويت. لكن كذلك مداخلة استعرض بعض الشخصيات أخرى اللي هي من كلها تقريبا من قرية ولاد عدي، وأن ولاد عدي تقريبا هي قدمت لي نخبة من الأعلام والعلماء. نذكر بها مثلا الشيخ محمد طاهر نور. محمد طاهر نور هذا كان شخصية بارزة، كذلك من تلاميذ العلماء جمعية العلماء المسلمين، ومن معلميها كذلك، ومن قضاة الثورة التحريرية في مدينة المسيلة. وكان لي شرف أنني تعلمت على يده في فترة الستينات أو نهاية الستينات وبداية السبعينات في المدرسة الشرقية لكولي ديم سابقا. هذا إلى جانب ربما يعني مجموعة أخرى ستكون حاضرة في المداخلة إن شاء الله. قرى شبرا قلبة هي منطقة كان تقريبا خزان العلم والعلماء والأئمة لمنطقة المسيلة والحضنة كاملة. وهنا سوف عند أحد الشيوخ الأحمدي من الشيوخ الذين تعلم لديهم الأحمدي، وهو الشيخ مسعود بن سالم. مسعود بن سالم بين المفاهيم التي تحصلت عليها من عائلته، وربما هذه لم اجدها كذلك في كتاب متوسط الكافي عندما قرات وقرات المقدمه، لان هذه الوثائق انها ان مسعود بن سالم قد كتب مقدمه الاحمدي نيويورك، لكن لم اجد تقرير ادعو الى تقديم لمسعود بن سالم. ومسعود بن سالم هو من العلماء الذي نشا بها منذ 1890 وتكون بها واصبح امام ومعلم، انتقل الى مدينة المسيلة وأصبح معلم بالمسجد، كان موجود في الكلية الآن في المسجد سيدي أبو حمامة قبل أن ينتقل إلى العلم، وليكون ثم كذلك من معلم وجمعية دينية بالعلماء. إذن هذا العلم كذلك كان موجود في منطقة ولاد عدي في أواخر بداية القرن العشرين، وساهم في النهضة الفكرية لمنطقة ولاد عدي كامل، إلى جانب كذلك كل من العلماء المنطقة ربما تختزلهم هذه المبادئ هذه، يعني اسماء كثيره. الشيخ العدوي الله يرحمه كان هو من نواب جمعيه العلماء بعد موت ابن باديس، اضافه الى عائلات كثيره، عائلات الاخت نباش زلاقي الشيخ زلاقي الاخضر اللي كان كذلك من المعلمين الاوائل في بدايه القرن العشرين، وعاصر الشيخ الاحمدي نيوات، الشيخ كذلك نور عبد القادر نور كذلك اللي عاصر الشيخ عبد الرواد، كذلك الشيخ محمد الطاهر نور اللي هو كان من الثوره من المعلمين، والحمد لله كان عبد الحق بعد راس عنه في الابتدائيه في بدايه الستينات، وكان ما علمنا الا قواعد التربيه الاسلاميه سبحان الله، حتى هو خاص اللغه العربيه لكن قواعد الله لا قرينا الا التربيه الاسلاميه التكوين الاسلامي. اذا هذا على كل حال خلاصه لبعض الاعلام وما قطرق خاصه منطقه ولاد عدي، لما حصينا مجموعه كثيره حتى اننا سلام الله في الطائف درت مذكره مصر حول اعلام ولاد عدي، لان هذه المنطقه فيها زخم كبير من الاعلام
عائلة مسيلة هذه كثير يعني عائلة مسيلة هذه عائلة نور الشيخ الدراج النوبيدي النوبيدي هذا كان من العلماء اللوبيين كان في بداية القرن العشرين في أعلام كثيرة ربما هذوم يكونوا نشاطا محطات في دراسة في منتقيات أخرى تحمل كذلك عنوان الشيخ الأحمدي الويواد ولماذا ربما هذه التوصيات إن شاء الله تكون في المنتقى هذا لأن يرتقي هذا الندوة هذه إلى منتقى وطني يحمل اسم أحمدي الويواد لكن نظمه تدرج في دراسة أسماء معاصريه وشيوخه وتلامذته. في النهاية يعني أشكر الجميع على هذا الإصغاء وعلى هذا الصبر ونشكر العائلة الكريمة التي ودت إلينا بهذه الندوة وصدقتنا بحضورها وكذلك أعيان من منطقة بلاد الهدي وأساتذة الأطفال والطلبة وكذلك ما على أعصاب الهالة الإعلامية كلها السيد مدير مدير دار المكتبة المركزية السيد حارث دايبة له كل الشكر والكلمة لكم بارك الله فيكم.